تقطف على المنظومه. حلو يعني مش محتاجه اجتهاد بقى، خدت بالك؟ ما فيش فيها بقى ايه عنصر بشري يلعب فيها يلعب فيها يزود او ينقص. كويس. اولا خريطه سعريه وتحطت على المنظومه دي هتحدد قيمه التصالح يطلع على طول. نمره اتنين، جميع احداثيات جهات الولايه على المنظومه. يا خدت بالك يا ده الموظف على الكمبيوتر ممكن يخلص دي يا باشا طول. هيعرف دي داخل ولاية ايه هو بنفسه يحددها، مش محتاج حد يحددها. حلو. وبموجب هذا هيخاطب جهة الولاية بالطلب. ايه الكلام ده؟ وبعدين بعد كده جهة الولاية قدامها زي ما قلت ايه شهر اليوم الواحد اليوم بعد كده تعتبر لو سؤال معلش اعتراضي سخيف. ايوه. لما نقدر نعمل ده ما عملناهوش من زمان ليه؟ لا ده سعادتك تساله الحكومه مش مش بقول له هيك انت مش انا. لا هو بص حضرتك شيء طيب جدا ان احنا نبتدي نستخدم التحول الرقمي اللي الدوله كلها بتتجه له للتيسير على المواطنين. بس مهم قوي يا فندم المسؤول اللي يدير الحكايه. لا ما هو مش مسؤول، ده هو شاب صغير قاعد. مش قصدي ان الوزير اللي مسؤول يبقى فاهم ده كلام الوزير بالشكل ده. ده كلام الوزير. يبقى فاهم الشكل ده ويدفع لده. تمام. حطوا كمان احداثيات الحيز العمراني. فعلى طول على طول اخيرا على طول اوتوماتيك بيضرب الاحداثيات بتاع المبنى على المنظومه هيطلعوا ثلاث حاجات. تحديد جهه الولايه تطلع قدامه ويخاطبها. تحديد اذا كان المبنى داخل الحيز ولا خارجه. ايوه ده برضه نقطه جوهريه. نمره ثلاثة، تحديد قيمه التصالح حسب المساحه والسعر بتاع ايه العظمه الخريطه السحريه السعريه. احنا كنا هنقعد نقول هل ال 2 مليون ولا لسه ما تقدموش لا بالشكل ده يخلصوا طبعا. وعلى فكره القانون مدته 3 سنين. القانون مدته لا هيخلصوا عاملينه لو مشينا بالشكل عاملينه ده عاملينه على مراحل كل 6 اشهر. لو مشينا بالشكل ده يخلصوا. انا بقى عندي اسئله كتير قوي تحت امرك. يعني احنا كده وضحنا. بس انا كمان عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا عملنا اعلان ان حضرتك هتبقى معانا. في ناس عندها شكاوى عامه وفي ناس عندها، بس ابدا الحقيقه في ناس الحقيقه يعني فرصه ان رئيس لجنه الاسكان بالبرلمان موجود وعم بيتكلموا يا فندم حوالين ان الناس المواطنين العاديين اللي بيروحوا يتعاقدوا على وحدات سواء شاطئيه او في البتاع وكده، المطور يطلع كذا ما بينفذش شروط هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده، ويبقى الراجل اللي حجز ده حقيقه واقع فريسه ما بينه وما بين المطور، رغم ان هو راح حجز حمايه وتحت لفته المجتمعات العمرانيه الجديده للمنحه ده. منهم السيده رندا من القاهره. ست رندا اهلا وسهلا بيكي. اهلا وسهلا بيك يا فندم. ايه الحكايه باختصار يا فندم؟ بمنتهى الاختصار احنا اشترينا وغيرنا اشترى من 2014 15 16 وهكذا لحد 2018 تقريبا. في كومباوند المفروض انه معمول في كيلو 186 الساحل الشمالي. الساحل الشمالي في موقع حاجه لطيفه اسمه دشور، على كان في برومو رائع وكل حاجه، وتعاقدنا وانا من الناس اللي اسعارها عاليه، مش من لان انا تعاقدت في 2016، وبالتالي انا طلبت، انا شفت حاجه ولقيتها ولقيتها على عجب عيني يعني. وفوجئنا بعد كده في 2018 زي ما حضرتك عارف انه هو